ديالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ ايوب الكحائلي، عضو التنسيق الوطني لاتحاد التنسيقيات، المجلس الوطني، اللجنه الوطنيه، عضو المكتب الجهوي للتنسيقيه الوطنيه لاساتذه الزنزانه 10 خريجيه السلم التاسع. اليوم كما يرى الجميع جئنا لتسديد الوقفة أمام المديرية الإقليمية التي لدى لها اتحاد تنسيقيات، أيضا لنعبر عن رفضنا المطلق لنظام المآسي الذي نسميه نحن نظام المآسي لوزارة التربية الوطنية الذي أصدرت عليه وتفردت بإصداره بشهادة الجميع. حتى النقابات اليوم نرى في بياناتها أن الوزارة تسرعت وتفردت بإخراج هذا النظام الأساسي. اليوم نقول في هذا النظام المآسي أن الوزير أخطأ، لم يصب. لا معنى أن تجتمع الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين للشغلات التربوية لمدة سنتين حتى يخرجوا بهذا الوليد الأبتري الأعرج المعار. صراحة ما تقوم به الوزارة هنا ضرب للمدرسة العمومية، ما تقوم به تبخيس لعمل الأستاذ الذي يعتبر محور المنظومة التعليمية التعلمية. نقول للجميع أن المدرسة ليست مكانا للصراع، المدرسة ليست مكانا للجدال، المدرسة هي المرتع أو المهد الذي نبني فيه أجيال الغد وأبناء المستقبل الذين سيحملون هذا الوطن على عاتقهم. يجب أن يكون التعامل مع المدرس باحترام أكبر، بتعاقون أكبر. اليوم نحن لسنا في صراع، الأستاذ يجب أن يأخذ حقه وحقه كاميا حتى يشتغل بأريحية. اليوم مجموعة من الإطارات، اليوم كنشوفوا أكثر من 17 تنسيقية، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجميع سواء كانوا أساتذة، سواء كانوا أطر، سواء كانوا تقنيين داخل هذه الوزارة، صراحة يتعرضون لظلم كبير. السبب على ما استفهام كبيرة يجيب عليها السيد الوزير. نضيف إلى ذلك مجموعة الأكاذيب والأباطيل والافتراءات التي يأتي والمغالطات التي يأتي بها الوزير في خلاجته اليوم. شو ما نقول أن الأستاذ سيغتني أو يمكنه أن يحسن دخله بجوج دراهم أو بستين درهم أو 40 درهم في السنة. هذا راه عيب حق، هذا أنا أعتبرها مسبة ومعرة للأستاذ. شو ما نتكلموا مع رجل التعليم بهذه اللغة هذه وبهذا الاحتقار هذا. إن كان يقصد خيرا فيجب أن يصلح ألفاظه باعتباره وزير للتربية الوطنية، يجب أن يعرف مع من يتكلم، يجب أن لا يمرر مغالطته على الشعب حتى يخلق ذاك العداوة بين الشعب والأستاذ. راه الناس إذا خلقوا عداوة بين الناس والأستاذ راه الضايع الأول والأخير هو الوطن، لأن بين هذه الصراع ستكون هناك انهدام، هدم للمدرسة العمومية، هدم للثقة في الأستاذ، وبالتالي لن نستطيع أن نبني جيل الغد جيلا سليما ناضجا كما يريده الوطن وكما يحتاج إليه. اليوم نقول للسيد الوزير حكم لغة العقل، يجب أن تسحب هذا النظام الأساسي للحكومة والسيد الوزير، أن يسحب هذا النظام، أن يعتذر الوزير والوزارة من الأساتذة على هذا الكذب الوزير الافتراءات التي جاء بها، أن يقدم للأستاذ حقه الذي يكفله له مكانته الاجتماعية والعمل الذي يقوم به. يجب أن يحفز الأستاذ تحفيزا حقيقيا. كفانا من هذه الخزعبلات الكارتونة والشواهد، هذه ليست من مكانة الأستاذ. يجب أن يعامل يعطى الأستاذ أجرا يستحقه، يبعده عن الانشغال بهموم الأمور العمائشة اليومية، وأن يجعله يهتم أكثر بقسمه، يهتم أكثر بأبناء الوطن من أجل بناء، نقول كما نقول دائما، من أجل بناء جيل قوي صحيح يستطيع أن يحمل هذا الوطن على أكتافه مستقبلا. السيد الوزير نقول لك اليوم كفانا عبتا، كفانا عدم مبالاة، هذا الأمر خطير جدا. اليوم نحن في الدخول المدرسي وهذا الاحتقال الموجود إلى متى سيستمر؟ الأساتذة يقولون أنهم لن يتنازلوا على حقهم، أولا لأنك أنت قلت لا في اتفاق 13 أبريل، لا في الاتفاقات السابقة، لا في تصريحاتك الحالية تقول أن هذا حق للأستاذ. ما دام أنه حق للأستاذ واعترافك وباعتراف المسؤولين داخل الوزارة أعطيه له وأريحه حتى يشتغل في قسمه. كفانا عبثا، كفانا لا مبالاة، كفانا هذا الرؤية التي أصبح يرى بها المسؤولين والوزارة والمجتمع الأستاذ. الأستاذ له قيمته الاعتبارية، هو قطب الراحة داخل المنظومة، إلا إذا كان التعليم لا يهم المسؤولين فهذا سؤال آخر نطرحه على الوزارة. يجب أن تقفوا وقفة قوية من أجل هذا الوطن، وقفة تعبر عن وطنية الجميع. إذا كان الأستاذ يحمل المدرسة العمومية منذ زمن وانتقد السيد الوزير المدارس ديالنا ما فيهم والو، من كان يشتغل فيهم؟ من كان يوفر ظروف التعلم؟ والأستاذ الوزارة اليوم مسؤولة أن تعيد الاعتبار لهذا الأستاذ، مسؤولة أن تعيد له حقه، مسؤولة أن تعيد له كرامته، مسؤولة أن تعطيه تعويضات يستحقها شأنه وشأن باقي الموظفين. اليوم ماذا يفرق الطبيب على الأستاذ؟
ماذا يفرق الأستاذ للجميع الأستاذ؟ ماذا يفرق موظفو مثلا وهذا يستحقون باعتبار المواطنين، موظفو الاقتصاد والمالية، موظفو العدل، لماذا الأستاذ وحده هو من يستثنى الزيادة في الأجور؟ لماذا الأستاذ الوحيد هو الذي يعبر أصبح اليوم مستهدفا؟ نقول على الجميع أن يحاكم عقله، الهم الأول والأخير هو تلميذ المدرسة العمومية هو الوطن، على الجميع أن يسحب هذا الأدية الوزارية ويعيد الحق للأستاذ. تحية عالية لك.